رغم الظروف الاستثنائية التي فرضها وباء كورونا وما تبعتها من انعكاسات على الحياة السياسية، إلا أن مسار الإصلاح السياسي لم يتوقف. تعديل الدستور أهم مشروع يأتي لتلبية ما يتطلع إليه عموم الجزائريين، هذا ما جاء على لسان رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين خلال اختتام الدورة البرلمانية العادية. ولم تتحجج رئاسة الجمهورية بواقع الوباء لتعطير مسار الإصلاح السياسي، بل تحمل رئيس الجمهورية مسؤولية الدعوة إلى تعديل الدستور بعرض المشروع التمهيدي لتعديله للنقاش وفق إرادة واضحة في التعامل الإيجابي مع مقترحات القوى الوطنية المختلفة، حتى تتمكن الجزائر من إعداد دستور للجمهورية بعيدا عن الشخصنة والظرفية والمزاجية. جلسة الاختتام التي غاب عنها النواب العاديون لإجراءات احتياطية واقتصر الحضور على رؤساء اللجان والكتل البرلمانية، كانت محطة لاستحضار أهم النشاطات التي شهدتها القبة السفلى للبرلمان من قبل رئيس الهيئة. فيما يخص نشاط المجلس في جلساته العامة، فقد عقد 50 جلسة عامة و31 منها لمناقشة مشاريع القوانين والتصويت عليها، و8 جلسات لمناقشة مخطط الحكومة، و6 جلسات لطرح الأسئلة الشفوية، كما تم لأول مرة في تاريخ مجلسنا تخصيص جلستين في طلبات رفع الحصانة. تعديل الدستور سيكون أهم مشروع يباشره المجلس فور عودته إلى النشاط في الدورة الخريفية القادمة.